والآن نتابع مع شبكة مراسلين بمحافظة الجمهورية سير عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، ومعنا محمود جميل من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، ورامي محمد من الشرقية، وأيضا باسم أبو العنين من المنوفية، ومحمد الخطيب من الإسكندرية. ولكن دعوني أبدأ بمحمود جميل من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. محمود، ما هو الجديد لديك حول سير العملية الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية؟ نعم، أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. نجدد الترحيب بكم من داخل الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة ما يجري وما يتم في 27 محافظة. الجديد هو المتابعة المستمرة بعد فتح اللجان، بعد انتهاء ساعة الراحة التي كانت مقررة من الثالثة حتى الرابعة عصرا، ومن خلال المتابعة والتواصل برئاسة المستشار أحمد بن داري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مع رؤساء اللجان العامة في المحافظات، تم التأكيد على عدة نقاط. أولا، انتظام سير العملية الانتخابية بعد انتهاء ساعة الراحة في الرابعة عصر، ولكن تبقى السمة الأبرز والمميزة للعملية الانتخابية والتي تؤكد الوعي حرص المواطنين على المشاركة وكثافة الإقبال على عدد كبير من اللجان، سواء من أول يوم أو حتى منذ صباح اليوم الأخير أو حتى بعد انتهاء ساعة الراحة. تحديدا هذه الكثافات تمت الإيضاح من عدد من رؤساء اللجان، نتحدث عن المحلة الكبرى وعن محافظة بني سويف، هناك كثافة شديدة في هذه المحافظات، وتم أيضا الإمداد وزيادة عدد الموظفين في محافظة بني سويف لمواجهة هذه الكثافة، وأيضا العمل على تنظيم الكثافة، كثافة الناخبين وإقبال المواطنين على اللجان. أيضا في المقطم هناك عدد كبير من اللجان التي تشهد كثافات، وطبقا لما أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة الاستمرار في التصويت حتى خروج آخر ناخب من المركز الانتخابي، هناك إحدى اللجان في المقطم بالأمس استمرت في عملها لتصويت الناخبين حتى 12. وأيضا اليوم أكد المستشار أحمد بن داري على جاهزية اللجان العامة واستعداداتهم لاستقبال كل المحاضر التي ستأتي من اللجان الفرعية المتضمنة نتيجة الفرز، والتأكيد أيضا على السماح للمواطنين بالتصويت. هناك أيضا كثافة تصويتية في محافظة المنوفية، حيث أكد رئيس اللجنة العامة هناك أن محافظة المنوفية تشهد عدد كبير من الكثافة السكانية، وأيضا شهدت عدد كبير من الكثافة التصويتية الغير مسبوقة والغير متوقعة. وهنا استعدادات خاصة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات العمل على الدفع بمزيد من بطاقات الاقتراع، أو العمل على الدفع بمزيد من عدد القضاء لتغطية هذه الكثافات في عدد كبير من اللجان. أيضا لاحظنا هناك إقبال منذ صباح هذا اليوم في جنوب سيناء، وتحديدا في لجان الوافدين، حيث أكد رئيس اللجنة العام هناك أن هناك إقبال شديد على لجان الوافدين. وللعلم أن محافظة جنوب سيناء تم زيادة عدد لجان الوافدين فيها من 3 لجان إلى 15 لجنة للوافدين. وأيضا هناك عدد من لجان الوافدين في بني سويف الخاصة في المناطق الصناعية، هناك كثافة أيضا على هذه اللجان. وبدوره المستشار أحمد بن داري وجه الشكر لكل المواطنين على وعيهم وعلى حرصهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وفي هذا الاستحقاق الانتخابي، ودعا أيضا جموع الشعب المصري من لم ينتخب حتى الآن أن يقوم بالانتخاب وبالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي حتى انتهاء ساعات التصويت اليوم. وأيضا هو بدوره المستشار أحمد بن داري نفى تماما ما تردد عن زيادة أيام أخرى للتصويت، ولكن هو أكد على أن التصويت سيستمر في جميع المراكز التي ستشهد إقبال كبير من الناخبين حتى خروج آخر ناخب من المركز الانتخابي. فإذا هناك إقبال شديد على كل المراكز الموجودة وعلى اللجان الموجودة في المحافظات، خاصة لجان الوافدين. وسأختم بما استقبلت الهيئة الوطنية
الوطنية للانتخابات اليوم وفد من المراسلين الأجانب لإطلاعهم على ما يتم داخل الهيئة وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات وما تقدمه من تسهيلات سواء للناخبين أو للمتابعين المحليين والدوليين. ويعني كان هناك رد من المستشار أحمد بن داري على كل الأسئلة للصحفيين والمراسلين الأجانب الذين أشادوا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات وما تقوم به من خلال غرفة العمليات بالمتابعة مع كل الاستفسارات ومع كل الشكاوى والرد على المواطنين وتسهيل مهام عملهم أيضا داخل اللجان من حيث المتابعة وحسن استقبالهم. وهناك جولات ميدانية تتم للمراسلين الأجانب نتحدث عن ما يقرب من 528 تصريح للوسائل الإعلامية يعني يمثلون 33 دولة لعدد كبير من الوسائل الإعلامية يقومون بتغطية العملية الانتخابية ولم يرصدوا أي عوائق تعوق سير العملية الانتخابية بل أشادوا بنسب الإقبال الغير متوقعة والغير مسبوقة على اللجان المختلفة خاصة من ذوي الهمم والتسهيلات المقدمة لهم. وبالتأكيد سنتابع معكم على مدار اليوم حتى إغلاق صناديق الاقتراع وإغلاق باب التصويت حتى خروج آخر ناخب من اللجان التي تشهد. نعم وبدورنا أيضا سنتابع معك محمود جميل من الهيئة الوطنية للانتخابات.